سلام، اليوم نشارك معك الدور ديال الكونتنت ماركتينغ في رفع المبيعات في الاي كوميرس ولا اي بيزنس اونلاين. السوق بالمحتوى هو استراتيجيه تسويقيه كتركز على انشاء وتوزيع محتوى عنده اضافه للمتلقي، وكترجم هذاك المحتوى ملائم وكيجذب الجمهور كتربح جوج ديال الناس، مهتمين او زبناء محتملين. فاش كينفع بالضبط الكونتنت ماركتينغ؟ اول حاجه زياده الانتشار. بمجرد ما كتفتح صفحه خاصه بالعمل ديالك وترفع فيها منشورات او فيديوهات، فهنا انت كتصبح باللي ممكن اي واحد يقدر يتفرج فيك، وبطبيعه الحال الا كانت عندك اضافه لهذا الشخص فهو يقدر يولي واحد الزبون مستقبلي. جوج، وهي الخبره. كل ما تكلمتي في شي حاجه اللي ديجا كتفهم فيها كتظهر الخبره ديالك اكثر، وكل ما شافك الشخص انك اكسبير في شي حاجه كيزيد يثق فيك. ثلاثه، وهي الترويج المجاني، واللي كتعجبني بزاف. في الاعلانات المباشره خصك البوست اللي بغيتي تطلعو خصك تطلق اعلان وتخلص عليه، لكن في التسويق بالمحتوى فبمجرد ما انك كتحط محتوى الا كان كيفيد الناس فهما كيبارطاجيو مع بعضياتهم، وهنا كتربح زبناء اخرين مستقبليين. الناس ما بقاش كتستحمل الاعلانات المباشره. الا ديجا عندك واحد المنتج كيحل واحد المشكل، حاول ديرو على شكل قصه وعطي الناس يستهلكوها، وبطبيعه الحال وسط داك الاستهلاك كيدوزو لي زوفر ديالك بطريقه غير مباشره. في الوصف لتحت غنعطيك كيفاش تخدم كونتنت ماركتينغ ودير به شي حاجات زوينين. ما تنساش دير سيف لهاد الريلز وبارطاجيها مع جوج من صحابك. ان شاء الله فرنسا.